بكم، مرحبا بكم، ولقائنا دائما متواصل على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو إلى حدود الساعة 11. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، وأكيد أنه غادي نمشي ونتواصلوا بطبيعة الحال مع الأستاذ محمد أحليمي أخصائي في التغذية اللي معاه، أكيد غادي نجاوبوا على مجموعة ديال الأسئلة ديالكم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكل أوفيائنا وبكل مستمعينا، لقائنا متواصل ومفتوح وإياكم أوفيائنا. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، وحنا معكم بطبيعة الحال حتى الـ11. فمرحبا، وغادي اليوم مع الأستاذ محمد أحليمي غنتكلموا على الخبز، هذه المادة الحيوية اللي ما كنستغناوش عليها في المائدة المغربية، واللي أساسية ومهمة وضرورية، وعلاقتها بالخلية الدهنية. هذه الخلية هذه اللي هي سبب المشاكل، كيف ما كنقولوا كدير بزاف ديال المشاكل بطبيعة الحال. سنعرفوا بأنه للأسف التركيبة الغذائية دهنيات سكريات كيعطيونا اللذة كيعطيونا البنة، ولكن سيعطيونا مشاكل على مستوى الصحة، لأن هنا حتى الاستوكاج ديالنا كيكونوا فيه مشاكل، مجموعة ديال الأمور. لو فهمنا الجسم ديالنا وفهمنا التركيبة ديال الجسم ديالنا غتسهل علينا المأمورية وغيسهل علينا نصحو بزاف ديال الحويجات. إذا حنا يا أكيد مازالين معكم مستمعينا الكرام، واليوم حديثنا مع الأستاذ محمد أحليمي في هذا الموضوع، وغنمشيو مباشرة ونرحبوا به. صباح الخير أستاذ. تحية لك أختي زكينة، وتحية لفريق العمل، وتحية للمستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. أحوال طيبة على خير. بارك الله فيك. شكرا لك. إذا كيف مسلف وذكرت أستاذي، تكلمنا على الخبز، هذه المادة الحيوية في المائدة المغربية، يمكنش نستغنوا عليها، يمكن تنقللوا منها، يمكن كندخلوا عليها بعض الأمور اللي هي صحية من قبيل الخميرة البلدية، الزرارع، القمح الكامل، الشعير إلى غير ذلك، ونبعدوا على بعض الأمور اللي من شأنها أنها دينا مشاكل. ولكن مادة اللي هي حيوية ضروري ما كتكون عندنا في المائدة ديالنا، هنا كتطرح السؤال وعلاقتها بالخلية الدهنية اللي هي سبب المشاكل في الجسم ديالنا بطبيعة الحال. كنعرفوا بأنه مي كيتلاقوا دهنيات مع السكريات كيعطونا واحد اللذة للأسف، ولكن أتبعها من بعد كيكونوا صعب على الجسم ديالنا. هو شوف أختي سكينة، بالنسبة للمذاق، هو المذاق حق من حقوق الإنسان، هذا يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه له قبل ما يعطيه أي إنسان، يعني أنه نهضروا على نحيدوا هذه ونحيدوا هذه، فأنت من حقك كإنسان من حقك أنك تأخذ واحد الغذاء اللي هو ممتع، ومن حقك أنك تتمتع بالأكل، هذا حق بيولوجي فيزيولوجي نعتبره في أي دستور في العالم أنه حق فيزيولوجي. لكن هذا الحق هذا مقرون ببعض الشروط، اللي هي شروط المتناول اللي كيقابلها واحد توازن اللي يقدر يعطي الناس كونابيل اللي احنا كنسميه الصحة ديالنا. كما الإنسان، كاين دابا الإنسان اللي في العالم ديال السيارات، سباق السيارات، ويستمتع بقيادة السيارة دياله، ولكن هذاك المتعة عنده ضوابط. هكا عاوتاني، أي أنا مع إنسان يتمتع بالحاجة دياله، يتمتع بوليداته، يتمتع بالوطن دياله، يتمتع بالأسرة دياله، يتمتع بوالديه، ويتمتع بالأكل دياله، لكن هذه المتعة هذه عندها ضوابط. علاش هاد الضوابط؟ من أجل استمرار هذيك المتعة، هذا هو الجميل، وأن باش تستمر تمتع بالأكل خصك تعرف شنو تأكل، والجميل أن ملي كتعرف شنو تأكل كيولي عندك نمط حياة. فعلا حنا شمال إفريقيا، دول البحر الأبيض المتوسط، دول الحبوب، دول نظام الغذائي المتوسطي، وملي كنهضروا على النظام الغذائي المتوسطي ماشي هو عطانا، حنا عطيناه، فضروري فيه واحد المادة نشوية هي أساسية اللي تصنع من الحبوب، سواء كانت الذرة، سواء كان القمح، سواء كان الشعير، والقمح كذلك فيه فارينة وفيه القمح، فارينة ما نقدروش نحيدو منها السميدة، جينا القمح حيدنا منه السميدة، صوبنا كذلك منها الحرشة، وبقينا كنصوبوا أغذية، ولينا كنصوبوا نشويات، ماشي معجنات، نشويات. فهذه النشويات هي أساسية، غير هو خصنا نعرفوا الضوابط ديالها، خصنا نعرفوا القواعد ديالها، من أجل أننا نستفدوا منها ومين ناخدوها ماشي تضرنا تفيدنا، وناخدوها بمتعة. هاد المعادلة واش كتحقق؟ نعم كتحقق. والمستمعين والناس اللي كما كنقولوا احنا مجربين راه كيعرفوا هاد القاعدة وهاد المعادلة كتحقق، انني ناخد واحد حاجة زوينة وبنينة، وما غنقولش صحية لان مصطلح صحي تم تعامل معه بطريقة بحال الريجيم، ما فيزيولوجية. واش هاد المعادلة ممكنة؟ نعم ممكنة، اغلب الناس راه كيعرفوا الجواب على هاد المسألة، الا ان
في الآونة الأخيرة ظهرت موضة بحال موضة ديال الجلابة، بحال موضة ديال التكشيطة، بحال موضة ديال الراندا، بحال هكاك الريجيمات حتى هما فيهم موضة على بعض الناس باش غير يربحوا الا ما كانوش هاد الموضة هادي. فجات موضة كما دابا هاد الجوع المتقطع، كما حمية الكيتو، كما لو ريجيم أتكينز، كما لو ريجيم إيبوكالوريك، كما العديد من الريجيمات ولا الزنزانات الفيزيولوجية اللي دازت عبر التاريخ واللي باقي غتجي وتسمع يعني أنظمة غذائية جديدة في 2024 و25 و26. هادشي مستمر، هادشي ما عمرو يزول. لكن نعرفوا حاجة حدا أن نظامنا الغذائي إحنا في المغرب هو نظام متميز، ومن أجل ضمان إعطاء الجسم المعادن دياله، الفيتامينات دياله، الألياف الغذائية اللي تبقى الحيوية والطاقة اللي الإنسان غيستمر منها، لابد من التركيز على بعد واحد العائلة ديال الأغذية اللي تعرف بالنشويات. قلت أنا في الأوائل الأخيرة، في هذه الأوينة الأخيرة بدأ الحديث، نعم ماشي في المغرب، ما احنا كنستوردوا هذه المعلومات، ما صالحناش. إذا كتجيب معلومات ما صالحالكش أصلا في المجتمع ديالك. احنا مجتمع والله إلا نعتز أننا شعب كناكلوا الخبز جميل، وأكثر من هكا إلا كانوا بعض الناس ولاو الحديث على انهم خصهم يحيدوا الخبز. نعم هما خصهم يحيدوا الخبز، علاش؟ لان ماشي خبز، لان ملي كتهضر على الخبز كتهضر على تاريخ، كتهضر على اجيال، كتهضر على غذاء من العيار الثقيل، ماشي خبز وصافي. ما احنا ناس مغاربه اللي ما كناكلوش بالفورشيط، ما كناكلوش بالموس، ما كناكلوش بالمعلقه، كناكلو بالشدق ديال الخبز. أكثر من هكا أن الخبز عندنا حنا دلالة، عند رمزية. المغربي كيلقى تفاحة طايحة يخليها ويزيد، إلى لقى طرف ديال الخبز كيهزو كيبوسو كيحطو جانبا، حتى أن الخدمة ديالنا حنايا كنسميوها طرف ديال الخبز. غادي الإنسان يصور طرف ديال الخبز، يعني الخبز عندها دلالة. باش تجي أنت كالمجتمع 27 قرن هو كياخد الخبز ونجيو حنا ونقولوا له حيد الخبز، هذا لا يعقل. فالخبز قلت انا عندها دلالات، حتى انا ماشي غير الخبز، حتى الخميره، الخميره البلديه حنا خصنا كنعرفوا باللي يلاه البارح كانت الانثى لما كتزوج كتعطيها الام ديالها الخميره تديها معاها، هذيك الخميره ماشي رمزيه. وكنقولوا الانسان الام كتقول لولدها سير الله يعطيك شي طريف من الخبز، الله يجيب لك شي خبيزه. حنا ملي كنقولوا الله يجيب لك شي خبيزه يعني رزق، يعني شي خديمه، شي امراه مرضيه الوالدين، شي راجل مرضي الوالدين، كتقول بنتها الله يجيب لك شي خبيزه، كتقول الراجل الله يجيب لك شي خبيزه. هذيك الخبيزه عندنا حنا اكثر من شي حاجه كناكلوها، وبالتالي الرمزيه ديال الخبز عندنا حنا كمغاربه تفوق الشبع، تفوق الاكل، تفوق داك الشيء اللي عندنا عمروا به المعده ديالنا. عندنا رمز، عندنا ملي كتدخل وتلقى الخبز كطيب في الدار كتفكر جدك، كتفكر جداتك، كدير كتقيس لها نوستالجي. وبالتالي حنايا شي حاجه متجدره في التاريخ وفينا حنايا باش نجيو حنايا ونزولوها بهذا البساطه. علاش؟ لان اوليو باش نهضروا على الخبز ونعطيو الشروط ديالها ولينا كنقولوا زولوها، في حين أن الشروط عندها أربعة، الخبز عندها أربعة ديال الشروط، إلا احترمناها نكونوا ناخدوها بالصحة والراحة، غادي نقولوا بون أبيتي ماشي بون شونس. أول شرط هو القمح، يكون قمح جيد، قمح يكون قمح جيد. في المغرب نقلبوا على القمح الجيد، القمح البلدي باقي في المغرب. نعم ألوغ القمح الجيد الشرط الأول. الشرط الثاني هو أن الخبز تعجن باليد ماشي بالعجانة، هذه كتسمى الخلاطة، لان الغيزو ديال الجلوتين خصو يتبلك باليد باش كيعطينا لو غيزو. واي واحد يعني كيفهم غير شويه في الخبز، انا شخصيا تحط لي 100 خبزه معجونه بالخلاطه وتخلطوا، ما نعرف اللي مصوبه بالخلاطه، انا ما كنسميهاش العجانه، العجانه هي اليد، واللي معجونه باليد فرق كبير شتان بين الاثنين، لا من حيث الصحه ولا من حيث بزاف الامور. فالقمح الجيد، لا 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 العجين يكون باليد، الفران يكون الفران ديال الضوء، حيدوا الفران ديال الغاز وحيدوا الفوره ميكروند. راه ما يمكنش في 2023 وباقي عندنا فوره ميكروند في الدار. زائد الشرط الرابع هو الخميره البلديه، صافي. قمح خليوها بالنخاله ديالو،
العجينه نعجنوا في باليد، الفر الخميره البلديه والفران يكون الفران ديال الدقه. كنزيدوا ما حنا المغاربه ذكيين بزاف، يعني عندهم الشطاره. علاش؟ لان كيعيشوا في تضاريس صعبه، ملي كتقول جبال اطلس جبال الريف، تضاريس اللي خرجت مغربي ذكي بزاف. كل المغاربه ذكيين. علاش؟ بحكم التاريخ ديالنا والاجداد ديالنا، وعندنا موروث ذكاء في المغرب خطير جدا في جميع المجالات، وجميع المجالات. وهادشي كنشوفوه، نشوفوا تفوق المغاربه في كل علاش كل مجالات. علاش؟ لان عندنا جينوم، عندنا انسان ذكي وقوي. غير هاد الذكاء والقوه خصنا نحافظوا عليه. باش كنحافظوا عليه؟ بالتغذيه ديالنا، بالاكل ديالنا، وبالخبز ديالنا. حنا المغاربه عندنا 40% ديال الشبع ديال المغاربه من الخبز. سير عند اي مغربي دابا، انا شخصيا جربتها، قطعت الخبز 15 يوم غير باش نشوف داك الاحساس. غريب جدا، احساس غريب، واحساس يعني مضني، واحساس متعب جدا. ملي كنقول الخبز راه لا استثني حتى الناس اللي عندهم لا مالادي سيلياك، لا استثني كيديروا الخبز ديال الذره. بالمناسبه الخبز راه كانت في الاول الحبوب، راه كانت الذره وموراها الشعير، عاد جات الحنطه ولا عاد جات عاد جا القمح. فبداعي وبذريعات ان الخبز كتزيد في الوزن. نعم كاين انواع ديال الخبز بين قوسين، حيت كاين الخبز اللي بلا قوسين وكاين الخبز اللي بين قوسين. انا كنهضر على الخبز اللي بين قوسين، اللي على السميه ديال الخبز. نعم كتزيد في الوزن، نعم كدير مشاكل، واخا نعم كتعطي خلايا دهنيه، نعم كدير خلايا دهنيه على مستوى البطن اللي هضرنا عليها البارح. مي داكشي يتعلق شنو نوعيه الخبز. الخبز حتى هي عندها مؤشر السكري، مشعر السكري، لاندكس غليسيميك ولا اندكس انسولينيك ولا ولا ولا, ولا شارج غليسيميك. نتايا الا كنتي مثلا، الناس دابا كيقول لك انا كندير ريجيم، لا غادي نقطع انا الخبز، ما نبقاش ناكل الخبز، غاتجيك ديبرسيون. كنت متاكد غاتمشي السيمانه الاولى السيمانه الثانيه، غير رد البال الجسم ديالك، غير رد البال غيعطيك اكتئاب. وجربوها. انا كيعجبني يعني الامور قبل ما نهضر عليها نجربها. حنا ملي كنا في ايام الدراسه ديالنا ديما كنا نهضروا على الحميات، وهذه بعض الاساتذه الله يجازيهم بخير ديما كيقولوا لنا ما عمرك تعطي شي حاجه للمريض تجربها نتايا. جربوا حيدوا الخبز وغتشوف. كاين دابا اللي محيد الخبز بدون اي سبب، حيت لانه سمع واحد المختص. نعم هذاك المختص ماشي في المغرب وما كيعرفوش خميره بلديه، ما هادشي ماشي عيب، يعني المعلومات هذاك الحد ديالها. احنا في المغرب راه 27 قرن. فالاندكس غليسيميك مي كتاخذ انت الخبز ديال الدار، راه شتانا بين الاثنين. باش نقارنوا بيناتهم راه شتانا بين الاثنين. مي غادي نهضر انا ماشي شنو ما تاخذش، ماشي شنو تاخذ. احنا دائما نركز على الاشياء اللي ناخذوها، حيت في علم التغذيه وفي علم التلقين وفي علم ايصال المعلومه ديما بلا ما نركزوا على شنو ما ناخذوش اكثر ما نركزوا على شنو ناخذوا. واخا فالخبز عندك وزن زايد ممكن تاكل الخبز. لا شوف باش الناس، يعني حنا الخليه الدهنيه، وهذا الاسبوع كنهضروا الماضي هضرنا على الخليه الدهنيه، باش نلخصوا للناس نظام الناس اللي عندهم الوزن زايد هو نظام التوازن الغذائي، حميات التوازن الغذائي. كفانا من داك الزنزانات الفيزيولوجية، حميات التوازن الغذائي. صافي نقولوا غير حميه، يكفي اننا نقولوا حميه. شي مي كنقولوا حميه، مي كنقولوا ريجيم واخا المفهوم تبدل، مي مي كتكون ريجيم كتقول نظام، ملي كتقول حميه راه جايه من الحمايه. صافي حميه بين ما هي حميه هذه حميه هذه حميه هذه، هذه فيها بزاف ديال 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 الامور. فالخبز وعلاقته بالخليه الدهنيه. الخبز شنو هي؟ اش عارفوا الناس؟ هي عباره عن ماده اللي جايه من القمح. القمح شنو هو؟ واحد الخنشه ديال النشا مدوره بواحد الغلاف سميتو النخاله. صافي شنو كنديروا حنا؟ كنجيو كنزولوا داك القشره ديال الحبه وكنغربلوه، كنحيدو 99% الفائده ديال حبات القمح اللي هي الحيويه ديالها. شنو كيبقى لنا؟ كناخذوا النشا. الناس كياخذوا النشا فقط بلا نخاله. فاول قاعده هو ان خليو النخاله. علاش؟ لان النخاله هي اللي كتنقص مشعر السكري. فمثلا ملي كتاخذ الخبز مغربل، شديتي الخبز وغربلتيه، بالمناسبه راه الغربال راه ما كانش، الغربال ما كانش في العهد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعني اول الاخطاء اللي تم ارتكابها من بعد فاش مات الرسول عليه الصلاه والسلام هو تنخيل القمح. اما كان عيب تخيله في قديم الزمان، وحتى في المغرب راه الناس يعقلوا عليها، كان عيب
انك تاكل خبز بلا نخاله، عيب. شكون اللي جاب الخبز بلا نخاله؟ المستعمر هو اللي دخلنا هذه العاده هذه، حتى اننا ولينا داك كاينه شي واحد الخبز بالسميه ديال بعض المدن ديال المستعمر اللي استعمرنا. فالخبز وعلاقته بالخليه الدهنيه ان معلقه ديال الطحين الا ما كانش فيها النخاله بحال معلقه ديال المحلي، شنو كيوقع؟ هي شنو هي نشا؟ انت ملي كتاخذ طحين فورس مغربل هذاك نشا، خديتي الاكياس ديال النشا، حتى ان اللون ديال طحين فورس مغربل ماشي هو اللون ديال الطحين بالنخاله ديالو. هذيك النخاله الدور ديالها هي كتهبط لك مشعر السكري وكتطلع لك السكري بشويه وكتهبطه بشويه، يعني ما كاينش البيك ديال الانسولين، وبالتالي كتعطي فرصه للجسم انه يتعامل مع هذا الخبز هذه. النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو ان اي واحد كيسمعنا دابا كيعرف باللي الا خديتي الخبز ديال الدار غتاخذ امتي مخصوص غير غتشبع. علاش؟ حيت عندها الكثافه، انت الكميه ما خديتيش بزاف، الكثافه الخبز كتكون عندها لا دونسيتي، كتكون عندها الكثافه، حنا المغاربه كنقولوا فيها البركه، هذيك البركه اللي فيها باسم البركه علميا هو الاندكس غليسيمي، كتكون بالنخاله اكثر من هكا. كتلقى واحد مغربي جالس يلا باقي ما تحط الطاجين كياكل الخبز حرفي، حنا كنقولوا حرفي، حرفي يعني ما معاه حتى حاجه، مي هو شنو فيه؟ راه فيه حبه حلاوه، فيه النافع، فيه الزنجلان، فيه زريعه الكتان، فيه كاين اللي كيدير ايلان، كاين اللي كيدير بطاطا حلوه، كاين اللي كيدير الفول مطحون، كاين اللي كيدير الحمص مطحون. راه الخبز المغاربه راه كانوا كيتفنوا فيها. عرفتي راه الخبز كانت رمز وسمحوا لي رمز الحداقه ديال المراه. هذه شحال شحال كان الرمز ديال الحداقه ديال المراه هو ذاك الخبيزه. شوف الخير فليتنافس المتنافس، الاخر تقول لها انا الخبزه ديالي احسن من ديالك، الاخر يقول انا الخبزه ديالي احسن من ديالك، وعلى عاد حكين كما كنقول، ولكن هي فيها واحد النوع من الاهتمام بهذيك الماده هذيك. وبالتالي ما نجيوش حنا بالذكاء المقلوب ديالنا ونتخلاو على ماده اللي عندنا في الجينات ديالنا، ما يمكنش نزولوها، ما نعرفوا القواعد ديالها. علاقتها بالخليه الدهنيه اننا ملي كناخذوا، الناس دابا كيقول لك انا كندير ريجيم شنو كندير؟ محيد الخبز، كارثه. كندير ريجيم شنو كندير؟ منقص الخبز. انا مشيت قالوا لي خذ 30 غرام في الصباح، شنو هي 30 غرام؟ خذ 30 غرام في الفطور، مغربي كياخذ 30 غرام ديال الخبز في الصباح، هذه شنو هي هذه؟ ما يمكنش، مستحيل. فشنو كنقولوا حنايا؟ الشروط، خبز منزلي، والخبز والله الا شوف والله الدار اللي كطيب فيها الخبز الا فيها البركه وفيها الخير وفيها الصحه، هذه الخلاصه، فيها البركه وفيها الخير وفيها الصحه. ما تقطعوش الخبز بقدر ما عرفوا هذا الخبز اش من خبز غناخذوا. فلما كتاخذ انت الخبز بالنخاله، حبه حلاوه، بالنافع، بالزنجلان، الزراري، حنا كنسميوهم الزراري، سبحان الله المغاربه عندنا دارجه لغه ديالنا، حنا كنفهموا بعضياتنا، كنقولوا الزراري. الخبز بالزراري على اندكس جليسيميك ديالها هابط، الخبز بالزراري على اندكس انسولينيك ديالها هابط، يعني هذاك النشا لن يتحول الى خلايا دهنيه. في حين انك الى حيدتي النخاله وحيدتي الزراري وما كانش بالخميره البلديه، هذاك النشا ما كيلقاش بكتيريات اللي غتاكلو اللي غتكونسوميه. يعني انت ملي كدير خميره بلديه وتخمر هذيك البكتيريات، راه شنو كدير؟ راه كتاخذ كتكونسومي هذاك النشا باش كتعطينا غاز اللي كتنفخ هذاك الخبز. علاش كنقولوا حنا الخميره خسرات؟ علاش خسرات؟ ملي كطول البكتيريات ما كتلقى ما تاكل. هادشي حنا اش كنديروا؟ لا كنزيدوا لها التميره ملي كنبغيو نربيوها من الاول، نزيدوا لها الشريحه، نزيدوا لها الكركاع، نزيدوا لها علاش؟ لان كنتهلوز كنتهلاو في هذيك الخميره ديالنا، لان كنقولوا كنربيوها، هذيك راه بكتيريات، قطيع بكتيريات. وبالتالي علاقه بالخليه الدهنيه، الناس اللي عندهم الوزن زايد لا نحيدوا الخبز، لا نقصوا الخبز، لا الكميه، لا خذ خبز ديال الدار مصاوب بطريقه مزيانه بهاد الشروط اللي هضرنا عليها، هنا ما كاينش مشكل. مي الا ما كانش هاد الشروط، نعم الخبز يتحول، النشا يتحول الى ثلاثي الجليسيريد، وثلاثي الجليسيريد تتحول الى خلايا دهنيه، والخلايا الدهنيه سبحان الله الخبز الغير الجيد الخلايا الدهنيه ديالو صعيبه، كتولي خلايا دهنيه بيضاء، صعيبه انها تتحرق، كتكون ما فيهاش متقدرات. هذه هي العلاقه الوطيده بين الخبز
والخلية الدهنية. وقلت أنا الخبز كاين نوعان، كاين خبز بين قوسين وكاين الخبز اللي بلا قوسين، باش هكا يكونوا كنهضروا على الخبز الحقيقية. فالخبز الحقيقية ما كاينش فيها مشكل. الله يعطيكم الخير، أنا كنقول المغاربة هاد المسألة ديال إزالة الخبز، ما كنهضرش على الناس اللي عندهم لا مالادي سيليك، راه هما كياخذوا الخبز ديالهم بالدورة واخا. من بعد إن شاء الله غنرجعوا باش نهضروا على السورغو. بعض الناس سولونا على السورغو، السورغو راه الناس ما بقاوش كيعرفوه. السورغو هي داك الدرة الصغيرة كيسميوها الدرة الحمام، راه كالدرة ديالنا قبل ما تكون ديال الحمام. نعم الحمام عايش معنا، ولكن راه الدرة ديال الإنسان قبل ما عام زيان. بعدا ملي كنقولوا الدرة ديال الحمام راه عرفنا علاش كنهضروا، ما هي راه ما سميتهاش الدرة ديال الحمام، راه سميتها الدرة ديال هذاك اللي مربي الحمام اللي هو نتايا كإنسان. الدرة البيضاء السورغو اللي داروا عليها دكتورات، وإن شاء الله غنديروا لها حلقة خاصة باش إن شاء الله غتكون هي الغذاء ديال الناس اللي عندهم لا مالادي سيلياك، باش يوليو حتى هما نوليو نهضروا عليهم ويكونوا حتى هما عندهم حق انهم ياخذوا الخبز ديالهم. فالخبزكم ديروا خبزكم في الدار بالشروط اللي هضرنا عليها. انا جينا جوج مرات في السيمانة نديرها، انا نخليها تبرد نديرها في التوب ديال حياتي نحطها في الفريكو، ما كاينش مشكل. داكشي اللي غنفطر به نجبدو في الليل، داكشي اللي غنتغدى به نجبدو في الصباح، داكشي اللي غنتعشى به نجبدو مع الظهر. وناخذ خبزي انا في الدار، وشوفوا خبزة كبيرة النص ديالها اب ام والطفل ولا جوج اطفال كتكفيهم، داك البركه اللي فيها. سينو راه كنكونوا غاديين في طريق اننا كنزيدوا الخليه الدهنيه، لان قلت انا الخبز نشويات، والنشويات لما الجسم كياخذ واحد شويه الباقي كيرميه في الخلايا الدهنيه، وكتكون خلايا دهنيه. وكيومي كتكون الخلايا الدهنيه كتولي حتى هي كتفرز الليبتين، حتى هي كتولي مشاركه في طلب الغذاء، وكتولي ديك الساعه كندخلوا في واحد الدائره ديال فيزيولوجيا. اللي عندك خلايا دهنيه كثيره كيجيك الجوع بزاف، اللي بتين طالع خذ الخبز ما كافيكش هذا الخبز، هذه ما ناخذش خميره بلديه، سي نورمال. الا بغيت الا خديتي خبز خميره بلديه وما عجباتكش، خصك تعرف باللي راك مستعمره فيزيولوجيا. علاش؟ لان اي واحد خدا خميره خبز خميره بلديه وما عجباتوش، كاين جوج اسباب، ما كاينش ثلاثه، جوج اسباب. اما الشعيرات الدمويه ديالك ماشي بيان ايدوكي على المذاق الحامض، يعني كنتي مولف غير الحلو والمالح خصك تعاود تولف، يا عندك خمائر اللي هي ماشي في الصالح ديالها انها تاخذ خميره بلديه. حتى لهذ الدرجه هذه، نعم حتى لدرجه انها كتعطينا لي بريفيرونس اليمونتير، كتبدلنا الميولات الغذائيه ديالنا. هذه الخمائر منها الكونديدا البيكون، منها لان صاحبتها هي الاش بي اللي ولات دابا عند كل شيء ليليكوباكتير بيلوري، فصاحبت الكونديدا البيكون هذا لا كونديدوس. فنهتموا بالخبز ديالنا، خبز داخل في الثقافه. نعم نحن شعب يعني نستهلك الخبز ونفتخر بذلك، لكن واحد النقطه اللي كدر شويه في الخاطر هي ان المغاربه كيرميو 30 مليون خبزه في النهار، بزاف يعني ضياع، بزاف ضياع كبير بزاف. وما عرفتش واش خبز ولا خبز بين قوسين، المهم انك ترمى في البوبال. هذه نقطه اللي يجب اننا نعالجوها في ثقافتنا، ويجب اننا نعالجوها في التخطيط الاسري ديالنا. انا كنقول للناس اخر نصيحه، ديروا خبزكم في الدار وغتشوفوا شي حاجه غتبدل في الدار، غتولي زوينه. لان هذيك مي كتدخل للدار شي خبز مي كتكون كطيب 400 نكهه كديجاجي داك الخبز. شوف مي كتكون دايز في الشارع وشي واحد كيطبخ كتشمها، راه ماشي جوج ولا ثلاثه، 400 نكهه، تقريبا واحد 350 نكهه اللي يسموها جداد جداد جدود جدود جدودك. وداك الشيء رجع للاجداد ديالنا، وكون متاكد الوعي ديالك راه ما شاف والو، مي اللاوعي ديالك حاس بهذاك الرجوع ديال النوستالجيا وحاس بهذ الامور. وسبحان الله الواحد كيسمعنا دابا غتشم في الدار خبز كتطبخ، غيجيك واحد الاحساس جميل، واحد الاحساس ديال الحنين. لا هذاك ماشي عادي، هذاك احساس فيه زوين. داك الشيء الخبز راه ماشي ماكله، خبز ثقافه، خبز اسره، الخبز الام. واحد كيقول لك انا توحش الخبيزه ديال الام ديالي، واش الخبز في حد ذاته؟ لا ماشي الخبز في حد ذاته، باش تعرفوا الخبز راه ربطات مجتمعات وربطات اسر. كتلقى دابا الام مسكينه كتعجن الخبز، وولدها كيقرا في شي كليه وكتصيفط له كل ويكاند ولا كهدي كتصيفط له الخبز. هذا ارتباط حقيقي، وما كياكل. واي واحد حط له 100 خبزه فيها الخبزه ديال الام ديالو، غادي من ذاك 100 غيحيد 99 وغيعرف خبزه ديال الام ديالو. هذا هو المجتمع المغربي، وهذه الثقافه المغربيه. ماشي نجيو نقولوا انا عندي الوزن زايد، عندي هذه، لا زولوا الخبز إزالة الخبز وإنقاص الخبز. هذه المسألة هذه ما صالحاش مع ثقافتنا اللي كنفتخروا بها. مرحبا ومشكور جزيل الشكر أستاذي، ولقائنا كذا ومازال متواصل. سمحتي أن توقفوا مع فاصل ونرجع ناخذ أسئلة.